السحاب مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعر. أهرب وخلفي النوايا والضباب، ولها في أسرارها نار نار وجمر. آه من جرح دفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. أحب لواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب ونار. تنهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. جرح الدفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. خلاص نامن، بكرة أنا بروح إدارة الجامعة وبخليهم يصلح الدريشة. وهذا اللي يحصل كل ليلة؟ بنتصل في الشرطة كل ليلة، وإيش بعد؟ يلا نامن. قايلك لا تتصل. بس يا ولدي أرجوك يا أبوي خليني في حالي. اسمي اللوحة اللوحة
من هناك من هناك من هناك. أنا اللي دفنته وحي أبارد حبيتي ولادي اللي مسمي عمرك يا أب. وسعد وشنا خير على همك يا ابو جيفر. في حد متعبث في اللوحه وقال عندنا من مكانه. اي لوحه؟ تعالوا معي. تعالوا تعالوا شوف اللوحه. اللوحه ما حد شوفوا قدامكم. شوفوا قدامكم مكسره تكسير. من اللي كسرها؟ يمكن حد من يهال الحاره كسرها. يكسروا الدنيا كلها إلا اسمي واسم أهلي. أقول الميت ممكن يطلع من القبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كمان ما معقولة. مستحيل مستحيل. ما معقولة أبدا أبدا. خير وش مسوي؟ سمع صوت عمي؟ حد كسر لوحة. بتصل في الشرطة. لا يا ولدي لا ما في داعي. هذا أكيد لعب عيال لعب عيال. تمام أكيد يا هال أكيد. وين قالي وين قالي حويش؟ ما بشمس باكر تطلع إلا اسمي واسم أهلي معلق على دار بيتي. انت صحيح تبغى تبيع البيت؟ ابغى ارتاح واريح اولادي. راعي ضبيا افا والله افا عليك يا ابو داود. عيالك هم عيالي اني خالهم مثل ما انت ابوهم. ولا يعني تبغى تصغرني قدام اللوادم؟ تباهم يقولوا ان الشيخ مبارك ما قدر يحمي دخيل عليه اكثر من 20 سنه. قل لي ليش زوجتك اختي
وكنت مستعد أزوجك الثاني بعد وفاة أم عيالك الله يرحمها. أب علشان دوم تكون قدام عيني؟ أنت ما قصرت، ما قصرت يا مبارك يا أخوي، بيض الله وجهك. بس استعذبني شوفت داوود متكسر ومعوق على كرسيه، ومرع اللي قضى على مستقبله يسرح ويمرح. هذا هو الحق يا قاسم، الحق المسكوت عنه يعذب الضحية. انت بس لو تشل ذيها الخوف من صدرك كان بتريح عيالك. عيالنا يا قاسم ما يريحهم الا شوفت اهلهم وهم ياخذونهم حقهم وقضاهم من اللي يغلط عليهم او يعتدي على راحتهم. وش تقول ابو سعد؟ مات، مات مقتول، وتوع ساكن الوادي جالسين يدوروك لان ابو شريف اتهمك انت بقتله. انا عقب ما حرض ذياب انك تطلق حرمتك شريفه بالغصب. شرد شرد يا قاسم قبل لا يزخوك العسكر، شرد. الخوف تربى وعمر أركان وبنيان في داخلي، كل ما زاد عمري زاد عمره. مثل ما قلت لك في أول يوم طلبت مني الحماية، أنت في حارتي يعني وسط عيوني. ولا أروع للعرض، صرت أخاف يطلع المكان أجمل من لوحاتي. ها أنت بكل تفاصيلك المتوزعة على زوايا قصصي، تتوشح كلماتي وتتسمر في صدور كتاباتي. إلا أني كل ما جربت أكتب سطر يطلع لي كلام ما مفهوم، كلام من كوكب آخر. فضائي أحسه. نحن اثنيناتنا عندنا نفس النهم، والحلو أننا فاشلين في الكتاب. أنا لأني مشغولة بالدراسة ما أقدر أكتب، بس أنا حاسة إني مشروع كاتبة. لا تتعبي نفسك، لما أنا أعرف أكتب أنت بتعرفي على طول، وهذا تحدي. لم يكن تحدي بل اختبار من إبهار القدرات، كانت لصالحي هذه المرة. لم أخبرك أنني أخبئ ما أكتبه خشية أن تكون كتاباتي مجرد كلمات عبثية، ولكن ثبت لي العكس. سأرى حين تعود إن كنت تخبئ كتاباتك لتصيغ وتنسج منها مجموعة قصصية مثلي. هاي انتي وين سايرة؟ الدرب من هناك. هاي اللي ما أخذ عقلش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هاي يا بنات وين وصلتوا؟ أنا تراني عازم كبار المثقفين والكتاب والفنانين التشكيليين والموسيقيين كلهم. وعمي ما قصر، أجر لكم قاعة من أجمل ما يكون. أنا وليلى رحنا وشفناها،
الله يخليك حالنا يا عمي. يعني عمي سوى اللي عليه وزيادة، والباقي عليكم انتو. بطاقات الدعوة جاهزة، وأنا لوحاتي جاهزة. وفهد يا الله. ويش هذا العزف الحلو يا فهد؟ اذنك الحلوه يا عمي. اشوف استوى عندك معجبين وايدين، بس زباين بعد وايدين يا فهد. دير بالك، خلنا ساعدك. تعالوا يا حبايبي. ويش باغي؟ وهذا ويش حبيبي؟ ويش تبغين؟ هذا ولا هذا؟ تخلي هذا احسن لك. وانتي هذا نبيع الشارع زين. ها خلي وش تبغى؟ هذا لازم جايب لنا غواز الصيد. اللهم لك سقنا وعلى رزقك افطرنا، ذهب الضراء وابتلة العروق وثبت لك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. تفضل يا بنت. بسم الله. بسم الله. بسم الله. فهد يقول لك شكرا. يقول له شكرا على ويش؟ فعل الخير ما ينقال يا ولدي، تكفي كلمة شكرا. كيف يقدر رجل الأعمال انه ينسى كرسيه ويجلس في كرسي دكان؟ بس بصراحة مارست المهنة بنفس النشاط والحماس.
هذا كرسي مشروع بسيط وصغير لولدي طلال. ثانيا كان الداعي إنسان يا ولدي، أنا ما أريد شيء في هذه الدنيا إلا إني أساعد. أحسنت زيد، أحسنت بس يوم. زيد أبوي بس أحسنت، نعمة دائما. عاونك أحسنت. يا الله يا الله يا الله يا اخويا قاسم، هذا اللي بدك من الصيد. بس تحيد الصيد تعرس، وصراحه السوق ما تروح صيد، وعاد انا قلت ما يستوي يريع ويديني خليه، قلت برايه ابيعه الفايده اللي بتي ولا يريع يخيص علي. وما عليك ان شاء الله، ما عليك، احنا باكر ما نتلاقى في الساحل، وانت تعال بكر شويه وانا بيك من وقت. هاي صيد متروس الله يهديك، وخلق الله تدور الصيد وما ملاقين، ايش هذي الحكي؟ لا الله يهديك بس. ما عليك انت، ما عليك انت، ما تعرف شرقك من غربك يا اخويا. اقول أنا بترخص عنك، حرمتي تترياني وأنا من عد الصبح والله بريعت بيتنا. يا حي الله يحييك. كل مرة تعطيه صيد ويبلك ربع سعره. يا بنتي فايل جارنا وما نقول له غير جزاك الله خير، على الأقل هو يشل السمك ويبيعه وياكل فلوسه. أبويا ليش الكل استغل طيبتك وسكوتك؟ حتى مرعي يقدر يأثر عليك ويخليك تبيع بيتك بسهولة. مرعي ما يستحي، واللي يجاور مرعي وامثاله ما يشوف خير. لو انك بعت البيت واخذتنا نسكن مكان ثاني غير هني، والصدفة ان في المكان الجديد من نمونة مرعي، ايش بتسوي؟ الشيء الوحيد اللي تخيله طول عمري هو انك تاخذنا تعرفنا على باقي اهلنا، يعني حد غير اخوالنا. خالك مبارك واهله هم اهلنا وجماعتنا. ابعرف كل هلك اذا لعم او عمه او يا بنتي ميت. هما طالع كشتة؟ سايرة بيت خالتك. بيت خالتي شال لها الغريضات، ها خالتك وولادها عارفة ذاك الحافي ما يجيب لهم شيء. يا الله تعيني. ما شاء الله ما شاء الله، هذا كل شيء يعني بعد؟ Thank you.
كمل، حوش وقفت. خير يا ابوي. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. خذ خذ خذ. يوم انا اطلبكم تقولوا ما عندكم عيل. بس يا ابوي ماشي فايده. خذ خذهن قبل لا يرد. البيت ولابن. وانت عايش. خذهن ومشي بيهن امورك في المعرض، لا ترضى كله محمول مزمول. اذا ما تبغاني اكون محمول مزمول في المعرض بحتاج لاكثر من الخمس ريالات. خذ خذ. اعطتني اياه الليله اكراميه من بيعه الموز. خذهن مشي فيهن امورك. بارك الله فيك. بتعمتك قايمة من غبشة تولف لوحاتها حمارة. انت وين؟ في السوق؟ وايش تسوي؟ يعني وايش اسوي؟ اشري بضاعة حال الدكان، لان حضرتك مخلي كل شيء علي. زين نلتقي بك. مع السلامة. اروح اشتري مصاري جديد بالفلوس اللي اعطاني اياها ابوي البارحة. انت اللي وين من البارحه؟ رمتك تحاتيك. انا كنت ادور على شغل بس ما لقيت وظيفه تناسبني. تراك ما كملت تعليمك عشان تلاقي وظيفه. انت كملت ووصلت لين باب الثانويه وفي الاخر تشتغل في دكان لا وب 120 ريال غيب عن وجهي. شكرا. احسنت بس اذا تبغى المزعفره لازم تجي من وقت ان شاء الله. حياك الله. اي مالا السلام عليكم. تكفيني دعوتك الشفهيه للمعرض، ليش رسميات؟ تاكدي ان من اوائل الحضور. فكرت في موضوعي؟ اعترف اني تاخرت، هذا شعوري من أيام الكلية، بس ما كنت أتوقع إشاعة ارتباطك بود عمك ممكن تكون صحيحة.
وخاصة أنك صاحبة البحث اللي يتكلم عن خطورة انتقال الأمراض الوراثية عن طريق الزواج بالأقارب. دكتور سليمان، من فضلك. أنا استغرب تفكيرك رغم كل هالعذابات اللي تعيشينها كل يوم، ما خليتك تفكري أنك ما تكرر التجربة وتجر أطفالك لوضع مماثل؟ عن إذنك. لا تتصل ولا ترد. كيفر، أنا محتاجة لك وايد. الله يوفقك ان شاء الله. على مدى الاسبوع المنصرم بس بين اسرائيل والقطاع، يعني ما بتوقف معي في هاليوم؟ سمحي لي يا سلمى. ولم يصدر تعقيب فوري من الجهاز الاسرائيلي على العنف في غزه. ما شاء الله ما شاء الله، ابى اشوف الناس اليوم وهم يصفقوا حولي. وصلوا ها؟ يلا خلنا نسير. فرحانين سايرين وياين حساب ولاد ذياب. هو ابويا صاير ما له كلمه، اسب الابو ويركب مع الولد. Thank you.
فيها. بدخل الشات واحد حد. ها وايش اخبارها؟ تمام. شكلك طيحت هيثم. اوف عليك انا هيثم. شيل راسك بشغل الكام. انت شيل بعد. جنازته حاشدة لدرجة أنه أي الميت استغرب لذلك، أطل من مكانه عليهم. أخوك ما ميت، أنا روحي سمعتي وين سقرت عليكم مزلوم من النعش ما تعطوا. عقب ما دفنتوه سرت المقبرة ولقيت القبر مفتوح. فكر كثيرا وهو ينظر لها، تذكر نفسه وهو يتجشأ ذكرياته، يقف على قمة الحلم يرنو لقمره المهيب، تتناثر من بياضه شذراته تشبه أمنيته حين تتكوم في أفق عينيه. أمنيته أن يعود لبيته على جناح أحد الطيور. ألف ليلة وليلة أسطورية. ما ميت، أنا روحي سمعتي وين سقرت
كتاباتك رائعة. مشكور. وأنت رائعة. مشكور. عن إذنك. Thank you.